أعزائي التلاميذ، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم معنا في درس في مادة التربية على المواطنة المستوى السادس الوحدة السابعة تحت عنوان حقي في الحماية من سوء المعاملة. إذن سنبدأ على بركة الله. إذن عنوان الدرس قلنا حقي في الحماية من سوء المعاملة، دراسة حالات. إذن أهداف الدرس، سنتعرف إن شاء الله من خلال هذا الدرس على معنى سوء المعاملة وأشكالها، أكتشف بعض القوانين الدولية والوطنية التي تحميني من سوء المعاملة، دراسة حالات لسوء معاملة الطفل. إذن ثلاث نقط مهمة يجب أن نقف عليها ونحللها حتى تتمكن عزيزي التلميذ من فهم حقوقك وواجباتك كذلك. إذن من خلال الصورة التي نرى أمامنا، فنحن كلنا يا طالما شاهدنا مثل هذه المناظر المقرفة والتي لا نحبها ولا يحبها أحد، ولكنها وللأسف تظهر بعض الأحيان في مجتمعنا أو مجتمعاتنا. إذن سنقول يعكس الرسم وضعية يتعرض فيها طفل، إذن طفل ساقط على الأرض، لشكل من أشكال سوء المعاملة. إذن هذا ما نسميه بسوء المعاملة. وما معنى سوء المعاملة؟ وما هي أشكالها؟ وكيف يمكن حماية الطفل منها؟ إذن هذه الأسئلة التي سنحاول أن نجيب عنها. إذن أتعرف أولا معنى سوء المعاملة. إذن سننظر إلى الصورة أمامنا، ماذا نرى في هذه الصورة؟ إذن هنا نرى عنف معنوي. ما معنى عنف معنوي؟ هذا العنف المعنوي وضعية تلميذ داخل الفصل ربما مع شخص يدرسه، لا نقول أنه أستاذ أو معلم، وإنما شخص يمكن أن يكون مثلا يدعمه، أو ربما أنه في وضعية تعليمية معينة يقول انظروا إلى هذا الغبي. إذن كم هي مضحكة أجوبته؟ إذن هذه الجملة في نظركم هل هي جملة إذن يعني يمكن للإنسان بعد سماعها أن يشعر بالفرحة والسعادة؟ لا لا صديقي التلميذ، هذه جملة تحزننا وتحزن ذلك التلميذ الصغير البريء الذي ستقضي على طموحاته وآماله وكذلك على طريقة تفكيره. إذن سننتقل إلى صورة أخرى ونرى هنا كذلك داخل حجرة الدرس تلميذا ربما مشاغبا تم عزله في ركن من أركان حجرة الدرس وعوقب بالوقوف على رجل واحدة حتى يشعر بماذا؟ بالألم. إذن وهذا كذلك فيه سوء معاملة، ولا يصح أن يعاقب التلاميذ ولو كانوا مثلا من الفئة التي تثير نوعا ما الشغب بهذه الطريقة التي فيها نوع من الاحتقار، فنسمي هذا كذلك عنفا معنويا. إذن لدينا كذلك وضعية أخرى نرى من خلالها داخل مطبخ المنزل طفل يعنف أخته بضربها أو صفعها على وجهها، وهذا ما نسميه بالعنف الجسدي، والطفل لا يمكن أو لا يجب أن يعنف بهذه الطريقة، فهذا ممنوع في جميع الأعراف كيفما كانت دولية أو وطنية أو حتى دينية. ثم نرى بعد ذلك وضعية أخرى لطفل يشتغل في ورشة حدادة، وبالقرب منه نار موقدة، وفي هذه الوضعية خطورة على صحته، وكذلك أنه طفل يجب أن يتواجد في صفوف المدرسة بدل أن يتواجد في مقر مكان للعمل، و
بحكم سنه فهو لم يتجاوز 15 ممنوع عليه أن يشتغل كالكبار، ربما لضرورة الفقر ليعيل أسرته، ولكن هذا لا يبرر عدم تواجده في فصول الدراسة، ونسمي هذه الوضعية بالاستغلال. إذن يستغل الأطفال للعمل في ورشات البناء أو الميكانيك أو الحدادة لإعالة أسرهم، وهذا كذلك ما ستمنعه الحقوق العالمية للطفل والتي اتفقت عليها جميع دول العالم. إذن أتعرف معنى سوء المعاملة. ألاحظوا الرسوم الأربعة وأصف الوضعية التي يمثلها كل رسم. إذن أستخلص ما يميز المعاملة التي يلقاها الطفل في هذه الرسوم. إذن أنقل الجدول التالي إلى دفتري، ثم أصنف فيه السلوكات، السلوكات الملاحظة في الرسوم الأربعة بتسجيل كل منها في خانة. إذن لدينا عنف جسدي، عنف معنوي، ثم استغلال. إذن هذا ما فسرناه خلال الصور السابقة، ويمكنك انطلاقا من هذا الشرح أن تجيب عن هذا السؤال. إذن ثانيا أكتشف بعض قوانين أو القوانين التي تحميني من سوء المعاملة. إذن أتعرف كيف تضمن لاتفاقية حقوق الطفل حقي في الحماية من سوء المعاملة. نأخذ هنا مقتطف من اتفاقية حقوق الطفل المادة 19، تستوجب حماية الطفل من سوء المعاملة ما يلي: إصدار قوانين وطنية تحميه من جميع أشكال العنف. إذن الدولة والحكومة وجهاز تشريعي يصدر قوانين، ما هدف هذه القوانين؟ أنها ستحمي أطفالنا من كل أشكال العنف. إذن وضع برامج اجتماعية وطنية لتحسين أوضاع الطفل. إذن هناك المؤسسات التربوية والجمعيات وكذلك المجتمع المدني، كلها يعني مكونات يمكنها أن تساهم وتحارب هذا العنف بكل أشكاله، المعنوي أو الجسدي أو الاستغلال. ثم أتعرف كيف تضمن لي اتفاقية حقوق الطفل حقي في الحماية من سوء المعاملة. إذن لمعرفة ذلك سنأخذ فقرة من مذكرة لوزير التربية الوطنية مؤرخة ب23 من شهر شتنبر 1999، إذن 1999، أهيب بكافة الأطر التربوية أن تتجنب بصفة مطلقة استعمال أي شكل من أشكال العنف الجسدي والنفسي. إذن أهيب، يعني هذا فيه أمر للشغيلة التعليمية كي تتجنب هذا النوع من السلوك. إذن ضد التلاميذ، وأن تعمل على نهج أسلوب الحوار. إذن في حالة ما وجود مثلا وضعية فيها شغب أو فيها نوع من العنف، فيجب أن نستبدلها بأسلوب الحوار والتشجيع والحرية وإبداء الرأي داخل المؤسسات التعليمية. إذن أستخرج من النص مثلا الدعامة 7 ما يلي: الممارسات التي تدعو مذكرة وزير التربية الوطنية إلى تجنبها. إذن يجب أن نستخلص ماذا تدعو هذه المذكرة من تجنب الأشياء، قلنا التي هي من قبيل العنف الجسدي والمعنوي. ما ينبغي أن يسود كعلاقات داخل المؤسسة التعليمية. إذن الذي ينبغي أن يسود هي العلاقات الحوارية والحرية، وترك مجال للطفل للتعبير عن مشاكله وهمومه، وكذلك عن ما يجول بخاطره. أحدد انطلاقا من الرسم الدعامة 8 ما يجب على الطبيب القيام به في حالة كشفه على طفل تعرض لسوء المعاملة. إذن سنرى هذا الشيء من خلال الدعامة رقم 8: هذا طفل هو ضحية عنف، يجب علي أن أحرر تقريرا طبيا. إذن
تم عرض طفل على الطبيب بعد ملاحظة مثلا إما أستاذه أو أحد أبويه إذن وما جروحا أو آثارا لعنف على جسده، والطبيب في هذه الحالة ملزم حسب القوانين التي يشتغل بها أن يخبر الجهات أو السلطات المعنية، وأخبر وكيل الملك الذي هو قاضي التحقيق ليقوم بالإجراءات الضرورية طبقا لدورية وزارة الصحة. إذن كذلك هنا نلاحظ أن فضلا عن وزارة التربية الوطنية التي أصدرت مذكرة لتجنب العنف، هناك وزارة الصحة كذلك لها قوانين إذن تحارب هذه الظاهرة. إذن المادة من القانون الجنائي ماذا تقول؟ يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات كل من جرح أو ضرب عمدا إذن عن غير قصد طفلا دون 15 من عمره، أو تعمد حرمانه من التغذية أو العناية حرمانا يضر بصحته أو أي نوع آخر من العنف والإيذاء. لأن نحن نعلم أن الأطفال يتواجدون في المؤسسة التعليمية وكذلك في المؤسسة الاجتماعية كدور مثلا دور الطالب، وكذلك الملاجئ التي هي تأوي الأطفال الذين فقدوا آباءهم واليتامى وأمهاتهم. إذن هذه كلها وضعيات يكون فيها الطفل تحت إمرة وتحت سلطة أناس كبار. إذن فالقانون يحمي الطفل في أينما كان. إذن أستخلص مضمون بعض هذه القوانين الدولية والوطنية التي تحميني من سوء المعاملة. إذن من مدونة الشغل كذلك نأخذ هذه المادة 143 و151. ماذا تقول هذه المادة؟ لا يمكن تشغيل الأحداث. إذن هذه تدخل في أطار ما نسميه الاستغلال، استغلال الأطفال في مزاولة أعمال أو حرف مهنية وهم لم يصلوا السن القانونية لمزاولة هذه المهن. قبل بلوغهم سن 15 سنة كاملة يعاقب بغرامة قدرها 250 ألف إلى 3000 درهم عن المخالف، ذلك من مدونة الشغل. ثم أدرس حالات لسوء المعاملة، وهنا سنأخذ شهادتان إذن أو شهادتين. لدينا الشهادة الأولى، الحالة الأولى: أتهم والدي بالاستغلال لأنه حرمني من المدرسة وأرسلني في سن 9 من عمري كخادمة في أحد البيوت بالمدينة، وعندما كان يأتي في آخر كل شهر لا يكترث لما كان يبدو علي من حزن وآثار للضرب، لأنه لا يفكر إلا في تحصيل أجري أو التفاوض من أجل الزيادة فيه. إذن هذا من خلال هذه الحالة الأولى ماذا نفهم؟ أن هنا نداء من طفلة صغيرة تشتغل في البيوت، والقانون ربما في هذه مدة من الزمن لم يكن يهتم بهذه الفئة من الأطفال، وخاصة البنات اللواتي يشتغلن في البيوت وليست لهم حقوق ويتعرضن للعنف والضرب وربما إلى أبشع أنواع العنف الجسدي. باء الحالة الثانية من دراسة حالات خاصة بالأطفال: كنت طفلا أعاني من سوء معاملة زوج أمي. إذن هنا وجود زوج الأم الذي هو إنسان غريب في أسرة، فقد كان لا يجد أي حرج في الانهيال بهراوته على جسد النحيف يعني الضعيف لأتفه الأسباب، ولا يتورع عن أن يسمني بمعنى أن يصفني بنعوت لاذعة يعني جارحة إذن ومحطة بالكرامة. فتساءلت ذات يوم في غضب ماذا أفعل، وبيني وبين نفسي قررت أن أنتفض. ما معنى أنتفض؟ يعني أن أثور، أن أفعل شيئا. فغادرت البيت إلى غير رجعة، وهذا هو ما نسميه بالهدر، الهدر من المدرسة أو الهدر من البيوت. إذن عندما يخرج الأطفال ويضيعون في الشوارع
ومن المسؤول عنهم؟ هي الأسرة، الأسرة التي دفعتهم إلى الفرار والبحث عن مكان آمن للحفاظ على كرامته كطفل. إذن ألتحق بمجموعة من زملاء وزميلات في القسم من أجل دراسة إحدى الحالتين، نختار مسيرا ومقررا لمجموعتنا. إذن نقدم الآن طريقة دراسة الحالة. إذن يقوم مسير المجموعة بقراءة الحالة، ثم يسرد أحد أفراد المجموعة وقائعها. نستخلص مظاهر سوء معاملة الطفل أو الطفلة ونحدد أشكاله. يتصور كل منا نفسه في وضعية الطفل أو الطفلة المتضررة ويعبر عن شعوره وعن موقفه من الحالة. نقترح كيفية مواجهتها في ضوء القوانين الوطنية الحامية للطفل وحقوقه المتضمنة في اتفاقية حقوق الطفل. إذن يعرض مقرر المجموعة نتائج دراستنا للحالة على غير باقي زملائنا وزميلاتنا بالقسم. أستمع إلى نتائج أعمال باقي المجموعات وأساهم في اقتراح حلول مناسبة للحالة الأخرى. إذن أقوم تعلماتي. نرى هنا كذلك من خلال صورة الطفل يحمل أثقالا والراشد يمشي، وكما أنه يستعبد هذا الطفل وكذلك يعنفه معنويا بالتلفظ بألفاظ تطيح من القيمة فيقول له أسرع أيها المتراخي. إذن هنا إنقاص من الكرامة عندما ننعت شخصا بالمتراخي، فنحن لا ننتظر أن يفرح هذا الطفل أو أن يسعد، بل سيشعر بالحزن والضجر. إذن أحدد معنى سوء المعاملة. سوء المعاملة كما نراها في الصورة، أصف الرسم وأستخلص أشكال سوء المعاملة التي يمثلها وعبر عن موقفي مما يمثله الرسم. إذن هل يصح أن نجعل الأطفال يحملون أثقالا إذن وأبدانهم ضعيفة وليست لهم القوة لكي يحملوا هذه الأثقال؟ أكتب مقالة صغيرة أبرز فيها الحماية التي توفرها لاتفاقية حقوق الطفل والقانون المغربي من سوء المعاملة. إذن أنفتح على محيطي ثم أبحث عن حالة لسوء المعاملة في الأوساط القريبة مني أو وسط عائلي، ثم أقوم بدراستها واقتراح ما يمكن أن يحمي الطفل من التعرض لها. ننتقل الآن إلى الملخص. أكتب في الدفتر عندما تطرقنا إلى النقاط السابقة العنوان المادة التربية على المواطنة، حقي في حماية من سوء المعاملة دراسة حالات. إذن سنكتب عزيزي التلميذ في دفاترنا تمهيد: الطفل عرضة لسوء المعاملة، فما معنى سوء المعاملة وما هي أشكاله؟ إذن وما هي بعض القوانين التي تحمي الطفل منها وكيف ندرس حالات لسوء المعاملة؟ إذن أولا أتعرف معنى سوء المعاملة. سوء المعاملة معاملة الطفل هو الحط من كرامته بإتيان أفعال وسلوكات تلحق به ضررا وعنفا ماديا أو نفسيا مثل الضرب والجرح. والسب والشتم والتشغيل دون السن القانونية والاستهزاء به أو من أفكاره وحرمانه من التغذية أو العناية حرمانا يضر بصحته. ثانيا أكتشف بعض القوانين التي تحمي الطفل من سوء المعاملة. تحمي اتفاقية حقوق الطفل والقوانين الوطنية بما فيها القوانين المدرسية والقانون الجنائي المغربي ومدونة الشغل المغربية طفل من سوء المعاملة، وتتخذ عقوبات في حق مرتكبي ذلك مثل الحبس أو الغرامة. ثالثا أدرس حالات لسوء المعاملة، نقدم شهادتين
شهادتان، دراسة الحالتين باتباع الخطوات الواردة في الكتاب المدرسي لاستخلاص مظاهر سوء معاملة الطفل وأشكاله واقتراح حلول مناسبة لكل حالة. انتهى الملخص.